ألا يمكن تطبيق هذا النظام في الشركة؟ يفطر على تمرات أو لقيمات ثم يذهب إلى مسجد الشركة ويصلي، في إشكال على هذا؟ إذا السؤال لماذا؟ بيفطر لأنه بده يمتلئ. نحن بنقول السنة أن لا يأكل حتى يشبع وتفوت الصلاة، وإنما يجمع بين أمرين، يفطر على شربة ماء مثلا إذا لم يتيسر له، ثم يذهب يصلي ثم يعود ويفطر. تنحل المشكلة هكذا ولا لا؟ طيب نعم. الإفطار الجماعي يعني الإفطار بيكون جماعة المصلحة. لا يا حبيبي، هذا الإفطار للشبع. لا ما أقصدش يعني، ما في بعضهم اللي هو قولي وفي بعض ما بيصليش، والغالبية العظمى ما بيصليش، والشركة هذه فرنسية مرتبطة باللي ما بيصلوش أكثر من اللي بيصلوا، ما يهمهمش إن هم اللي يصلوا وما بيصلوش. هو لو ما أكلش مع الجماعة، مع جماعة المصنع، يعني يبدو إنه بيروح على الإفطار أو ما بيفطرش، يعني ما بياخدش حقه في الإفطار مضبوط يعني. هكذا الأمر يا أخي، أنه يذهب عليه الإفطار. سؤالك. نعم. المهم في الموضوع، هل أنت تخشى تفوتك صلاة الجماعة ولا يفوتك طعام الجماعة؟ يعني شيء عجيب جدا. بس إذا كنت تخشى أن تفوتك صلاة الجماعة فأنت لك الخيار، لأن هالجماعة هي جماعة خاصة، والمسجد مسجد خاص، لا يترتب عليه أحكام كراهة الجماعة الثانية في مثل هذا المسجد. فممكن أنت وغيرك من الملتزمين لأحكام الشريعة أن تجمعوا بين صلاة جماعة ثانية وبين إفطار الكامل بعد الانتهاء من الجماعة الثانية، لأن هذه الجماعة الثانية في هذا المسجد جائزة. عرفت كيف؟ لأنه ليس مسجد عاما، وإنما هو مسجد خاص بالنسبة للشريك. أما إذا كنت كما صور أخونا هنا، وكل مين مثل ما بيقولوا عنا بالشام بيغني على ليله، فأنت ما كان في كلامك حسب ما فهمنا قضية الطعام، لكن ربما يكون في بعض الشركات كما صور أخونا الثاني هذا، فإن كان يخشى أن يذهب عليه الطعام فيجوز له أن يأكل حاجته من هذا الطعام ثم يذهب إلى هذا المسجد هو أمثاله وبيصلوا جماعة ثانية. لأنه في هذه الصورة ما الذي يضيعه على نفسه؟ هو الجمع بين فضيلتين اثنتين. الأولى التعجيل بالإفطار، والأخرى التعجيل بأداء صلاة المغرب. فإذا أفطر كما ذكرنا على لقيمات أو على تمرات ثم ذهب إلى المسجد فقد جمع بين الفضيلتين. أما إذا جلس يأكل حتى يكاد يمتلئ كما ذكرنا ثم قام إلى الصلاة فما عجل بالصلاة ففاتته فضيلة وحاز على فضيلة، حاز على فضيلة التعجيل بالإفطار وفاتته فضيلة التعجيل بصلاة المغرب، لكن لم يأثم، ولذلك فلا حرج إن كان فعل هذا أو فعل هذا غيره. يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، هل هذا الأمر للوجوب؟
الظاهر أنه للوجوب، لأن الرسول عليه السلام حينما نهى عن الوصال ذكر جملة أشعر بذلك، أشعر في ذلك إلى أن الأمر هذا هو للوجوب. نهى عن المواصلة ثم قال فإن كان ولا بد فمن السحور إلى السحور، سمح بترك الإفطار وسمح بمواصلة صوم النهار بالليل، لكن في السحور ما سمح إلا لابد من السحور. أولا ظاهر الأمر وجوب، وثانيا يأتي هذا الحديث الذي نهى عن المواصلة، بمعنى لا يجوز، يعني الحديث لا يجوز أن يواصل بعد إفطاره الليل مع النهار إذا تيسر له النهوض والقيام للسحور، لأنه أباح العكس وهو مواصلة النهار بالليل وليس مواصلة الليل بالنهار. لهذا نرى أن من تيسر له السحور فلا بد أيضا وكما جاء في بعض الأحاديث ولو على جرعات من ماء، تسحر ولو على جرعات من ماء فلا بد من ذلك. أما رجل يعني يغلبه النوم ولا يتسحر فليس السحور بأعظم في الصلاة من الصلاة التي يجب أن يؤديها في وقتها. البحث إذن هو بالنسبة لمن تمكن من السحور فلم يتسحر ولو على جرعات من ماء. نعم فيها ترخيص، إن كان ولا بد بقول لك. طبعا يا أخي نقل الحديث هكذا جاء وهو يفيد الترخيص. نعم. يقول والد عنده مال اختلط بالحرام، هل يجوز لأبنائه أن يأكلوا من هذا المال؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا فهمت السؤال. ولد يعيش مع والده وماله خليط من حرام وحلال. الذي عندي في هذه المسألة تفصيل، أظن هذا التفصيل سبق ذكره في مسألة أخرى. إذا كان المال الحلال غالبا على الحرام جاز، وإذا كان العكس لم يجوز، وإذا كان غير معروف أكثره من أقله، حينئذ يأتي باب الولع من قوله عليه السلام أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كذلك قوله عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وبعد هذا التفصيل أنصح كل من ابتلي بمكسب فيه حرام ممن يعوله أن يحاول الخلاص من مثل هذا المكسب، لقوله عليه الصلاة والسلام كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. لا شك أن هذا الحديث والذي يتضمن هذا الحكم الشديد كسائر الأحكام الشرعية داخل في عموم قوله عليه السلام ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم. فما استطاع المسلم يبتعد عن هذه الحياة التي تبنى على مكسب حرام. فمن استطاع من الأبناء أن يكتسب قوت يومه بعرق جبينه فذلك خير له أبقى. نعم. حديث للأنبياء على العلماء فضل درجتين وللعلماء على الشهداء فضل درجة، الرجاء بيان صحة الحديث وشرح المسألة وبيان فضل العلم والحث على طلب العلم والفرق بين طالب العلم والعابد ودرجتهم عند الله. أما الحديث فلا يحضرني الآن مرتبته، وإن كان يغلب على الظن أنه لا يصح إسناده، لكن الجزم بذلك يحتاج إلى مراجعة.
فنظرة إلى ميسرة. أما طلب العلم فيكفي في ذلك قوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقوله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله عليه السلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وهكذا في الأحاديث كثيرة وكثيرة جدا في بيان فضل العالم وفضل طلب العلم. وقد جمع كتابنا صحيح الترغيب والترهيب قسما طيبا من هذه الأحاديث الصحيحة، فمن شاء التوسع في الاطلاع عليها يعود إليه وإلى أمثاله. ولكني أريد أن أذكر بأن هذه الفضيلة التي جاء ذكرها في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية هي أولا مقيدة بطلب العلم الشرعي الذي لا يصح أن يطلب في سبيل تحصيل مكسب دنيوي، بخلاف العلوم الأخرى التي يمكن اتخاذها وسيلة للمعيشة. أما طلب العلم الشرعي فلا يكون طالبه طالب علم له مثل هذه الفضائل التي ألمحنا إلى بعضها آنفا، إلا إذا ابتغى بذلك وجه الله تبارك وتعالى، لم يرد بذلك لا منصبا ولا جاها ولا وظيفة ولا أي شيء من عرض الحياة الدنيا، وإنما طلب العلم لوجه الله تبارك وتعالى، فهذا الذي له تلك الفضائل التي ألمحنا إلى بعضها آنفا. ذلك لأن العلم الشرعي عبادة، والعبادة في نظر الشارع الحكيم قد أمر أن تكون خالصة لوجه الكريم، وذلك في مثل قول رب العالمين: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا شك أن العلم الشرعي هو من الأعمال الصالحة، ولذلك وجب على طالب العلم أن يخلص فيه لله عز وجل ولا يتغذي من وراء ذلك شيئا من حطام الدنيا. نعم. سؤال: هل يجوز العقيقة بالماعز؟ بالماعز؟ الله، هذا الجواب يعود إلى اللغة العربية. كلمة الشات أنا لا يحضرني الآن إن كانت تشمل الماعز أم لا، فإن شملت جاز وإلا فلا، لأن الحديث كما تعلمون يقول: شاتان، فإن كانت الماعز من الشياه جاز وإلا فلا، وأنا لا أعرف الآن جوابا من هذه الناحية. نعم. يقول: هل لنحر الشاتين سنة معينة أم لا؟ أنا أقصد كيفية أو طريقة. سن يا شيخ، سن. نعم. سن يعني. سن يعني. لا، ليس هناك سن معينة. نعم. سؤال تعلق بكم. نعم. يقول: من هو الشيخ الألباني؟ وهذا السؤال مطروح ممن لم يسبق له معرفة حضرتكم، من أين بدأتم وكيف؟ يعني نؤلف كتابا الآن في هذه الجلسة. كله راجع الشيباني. هذا الذي أردت أن أقول. هناك أحد أخواننا الحاضرين. نعم. السؤال يقول: من هو الشيخ الألباني؟ وهذا السؤال مطروح ممن لم يسبق له معرفة حضرتكم، من أين بدأتم وكيف؟ ولعلكم سمعتم جواب الألباني. أن يراجع الشيباني. أي نعم. الأستاذ محمد الشيباني وهو حاضر بين الله عليكم الآن، هو في صدد تأليف كتاب مبسط عن الألباني
على عجره ومجره. إذا هذا مبسط فكيف مطلع. نعم. يقول علمنا أن حضرتكم قد منعتم من الدخول إلى الأردن في الستينات إيش في الستينات؟ نعم. حيث ترددت في الأوساط والدوائر التابعة للأوقاف شائعات واتهامات من طرف واحد، نرجو الإيضاح باعتباركم الطرف الآخر. أنا ما أحفظ التاريخ، إيش التاريخ هذا الستينات؟ وكيف منعت؟ أنا دخلت الأردن دائما أو أبدا. كيف؟ ستينات إمتى يعني؟ يعني في حقبة الستينات من 61 إلى 69. يعني كم سنة مضى الآن؟ 30 سنة؟ لا تقريبا يعني 25 سنة. الخبر زور لأول مرة أسمعه، وعيش رجبا تسمع عجبا. أنا ما منعت من دخول الأردن إطلاقا، لكن الذي وقع وهذا معروف لديكم أننا لما عزمنا على السكن هنا ألقينا أول درس في دار أحد أخواننا، وثاني درس أيضا، وأسبوعيا كان الدرس، لعله كان يوم الثلاثاء. ها؟ ثم كان يوم الخميس تحول يوم الخميس. ها. المهم الدرس الثالث ما تمكننا لأنهم سافرونا إلى سوريا، فهذا كل شيء وقع فيما يتعلق الأردن، أما هذا سؤال في الأصل أو إطلاقا. ثم عدنا أدراجنا، ولعل العود كان أحمد. نعم. يقول نعرف ونسمع ونشاهد أن عدد الشيوخ الكرام الذين يحيط بهم عدد كبير من الشباب، يوجد بينهم خلاف يصل أحيانا إلى درجة الطعن والتجريح ثم العداء لدرجة الكريهة، أو هو يقصد الكراهة، مما يؤثر سلبيا في فهم وسلوك عامة المسلمين ويحير خاصتهم، وبالتالي يدفعهم إلى النفور من التجمعات الدينية. هذا مما يجعل البحث عن القيادة الإسلامية أمرا شاقا وعسيرا، ويستدل على ذلك من حالة التفكك وانعدام الثقة التي نلمسها جميعا في الظروف القائمة. مقدمة طويلة أيضا. شو سؤال؟ مقدمة طويلة أيضا ولا سؤال؟ ولا سؤال. إذن فلا جواب. لا أبدا يعني. لكن هو. السؤال صاحب السؤال. ضمن المفهوم. أنا كنت أردت أن أقول لو أنه وجه سؤالا صريحا كنت أقول فاسأل هؤلاء الذين تصفهم بهذه الأوصاف، سألهم لماذا هذا التفرق، أسأل من هذه حاله. أيوة. يقول كيف يمكن الربط بين الحركات الإسلامية البارزة في الوطن العربي والإسلامي مثل الثورة الإيرانية والحركة الإسلامية في مصر والحرب العراقية والأنجلو أمريكية على إيران وليبيا؟ كيف يمكن الربط بين المتناقضات؟ هذه نتيجة لابتعاد المسلمين عن دينهم. السؤال الخامس. نعم. عودا على موضوع التصوف، هل كان للإمام الغزالي دور في التلاعب في الألفاظ والتحريف، أم أن التحريف جاء فيما بعد، وكيف؟ نحن ما نقول في الغزالي أنه كان له دور في التلاعب، لكننا نقول أن الإمام الغزالي كان يغلب عليه التمذهب المذهب الأشعري، والأشاعرة ابتلوا بشيء من تأويل لنصوص الكتاب والسنة، ولما كان الغزالي على منهج الأشاعرة فهو يتأول كثيرا من هذه النصوص في بعض كتبه، ومنها الكتاب المشهور بالإحياء. ورأينا في كل الطوائف وفي كل الجماعات التي تخالف منهج الكتاب والسنة المخالف لمنهج السلف الصالح أنهم منحرفون عن الإسلام، لكن الله عز وجل يحاسب كل منهم على ما علم مما وقر في نفسه، إن لا سمح الله أراد الكيد بالإسلام فله حسابه، وإن حاول أن يتفهم الإسلام فهما صحيحا ثم أخطأه فله كما قال عليه السلام في الحديث المشهور أجر واحد، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. نحن لا نفرق
حقيقة بين الاجتهاد في الفروع والاجتهاد في الأصول، خلافا لبعض علماء الأصول الذين يقولون اجتهاد في الأصول لا يجوز، فهذا خطأ. أولا لأن الرسول عليه السلام قد أطلق الحكم السابق في الحديث، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، لم يقل في الفروع دون الأصول ولا في الأصول دون الفروع، وإنما شمل بكلامه الناحيتين الأصول والفروع. ثانيا نعتقد أن الخطأ لا يمكن أن يعصم منه الإنسان حتى في العقيدة، وخذوا مثلا رائعا جدا لكل إنسان قد يخطئ في العقيدة ومع ذلك فالله عز وجل يغفر له لأنه علم أن خطأه لم يكن كيدا للشريعة وطعنا في الدين، وإنما كان لسبب يعذر فيه عند رب العالمين تبارك وتعالى. أعني بذلك المثال قوله عليه السلام: كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة جمع أولاده حوله فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، لا شك هذا كفر. وشمله قول الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، إلى آخر الآية. هذا الرجل قال: ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر. مات الرجل فحرقوه بالنار ثم أخذوا نصفه فرموه في الريح العاصف والنصف الثاني في البحر المائج، فقال الله عز وجل لذراته: كوني فلانا، فكانت بشرا سويا. قال الله عز وجل: أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال: ربي خشيتك، أنا خفت منك. لسان حاله بيقول: أنا معترف بأني شر إنسان، لم أعمل خيرا قط، ومعترف بالتالي أنك إذا عذبتني عذبتني وأنت عادل. ففرارا من هذا العذاب أوصيت بهذه الوصية الجائرة التي يمكن لا يوجد لها مثيل في الدنيا في الجور والظلم. ولما كان الله عز وجل يعلم حقيقة ما في نفس هذا الإنسان من الصدق فيما قال، قال: اذهب فقد غفرت لك، أي غفر له كفره وشركه بالله عز وجل. فإذا يمكن الإنسان أولا أن يخطئ فيما يتعلق بالعقيدة، لكن هذا الخطأ إن كان كيدا في الإسلام فلا يغفر له، أما إن كان محاولة منه لا يقصد فيها الكيد في الإسلام، فالله عز وجل يغفره لهذا الإنسان. لذلك فتأويل آيات الصفات وأحاديث الصفات من فرق الإسلامية كلها، من مثل المعتزلة والخوارج والمرجئة والأشاعرة والماتريدية، لا يجوز أن يطلق القول في تكفيرهم، لأننا لا نعلم الباعث لهم أنه كان كيدا بالإسلام، بل نقطع أن بعضهم كان يريد تنزيه الإسلام من بعض المفاهيم التي تبدو له أنها بريئة من الإسلام، ولو أنه كان مخطئا في ذلك. وهذا في الواقع نعتقده في الجملة وليس في التفصيل أنه الباعث على كثير من الأشاعر والماتريدية على التأويل الذي انحرفوا به عن طريقة السلف الصالح. لم يكن انحرافهم هذا
طعنا في العقيدة وكيدا في الإسلام، وإنما كان ذلك محاولة منهم لتقريب بعض النصوص التي أساءوا فهمها إلى بعض الأذهان. دور في التلاعب، في التلاعب لا نقول بأنه تلاعب هو ولا غيره، وإنما نقول تأول هو غيره كثيرا من آيات الصفات وأحاديث الصفات، ولا نعلم عنهم أنهم أرادوا كيدا من الإسلام، بل نظن فيهم أنهم أرادوا خيرا من الإسلام. هذا ما نقوله جوابا على هذا السؤال. نعم. سؤال: الاتجار بشراء العملة كالصيارفة ونحوهم، هل حلال؟ وعليكم السلام. أهو حلال أم حرام؟ وكذلك أسهم الشركات في سوق عمان المالك. لا نرى التجارة بالعملات الورقية ولا من إيش الأسهم التجارية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا، الله يحفظك. والسبب في ذلك فيما يتعلق بالعملات الورقية أن العملات الورقية كما نعلم جميعا ليس لها قيمة ذاتية. وأعني بالقيمة الذاتية أن أي شيء من المادة في الدنيا له قيمة، ولو أن هذه القيمة تتفاوت بين قيمة القطعة من الحديد، قيمة القطعة من النقل، قيمة القطعة من مثلا المعدن الألومنيوم هذا، النحاس، الفضة، الذهب، كل هذه المعادن لها قيمة ذاتية قلت أو كثرت. الورقة البيضاء التي يمكن الاستفادة منها بالكتاب عليها هذه أيضا لها قيمة ذاتية، ثم تختلف قيمتها بالنسبة لسماكتها، تخانتها، متانتها، صقالتها ونحو ذلك. لكن العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية حتى في حدود الاستفادة من الكتاب عليها، وإنما قيمتها قيمة اعتبارية. فأنتم ترون مثلا الأوراق هذه العملات قد تكون من حيث الحجم والقياس متقارب جدا، لكن من حيث القيمة متفاوت جدا جدا. قد تكون ورقة أصغر حجما لكن أغلى قيمة، وهكذا. من أين جاءت هذه القيم ومن أين جاء هذا التفاوت؟ من عرف الدولة التي طبعت هذه العملة وطرحتها للتعامل في العالم كله. وأصل هذه العملات حينما ابتدعها من ابتدع لتسهيل التعامل بخفتها كانوا قد جعلوا لها رصيدا من الذهب، وكان كل ورقة لها قيمة خاصة من الذهب في بنك تلك الدولة. وكان من الممكن يومئذ فعلا لتيسر وتوفر الذهب في خزانة الدولة إذا أراد الإنسان أن يستبدل الذهب بالورق، تيسر له ذلك. فقيمة إذن هذه العملات هي مربوطة بالمقدر لها من المخبأ من الذهب في خزانة الدولة. حينما يأخذ الإنسان الآن مثال واقعي، الدينار الأردني يساوي اليوم 3 دنانير عراقية. كان قبل الحرب العراقية الدينار العراقي أغلى من الدينار الأردني، أصبح الآن القضية معكوسة تماما وبتفاوت كبير. فحين يشتري إذن المتاجر بالعملة يشتري سابقا دينار عراقي بدينار أردني زائد كذا، الآن يشتري 3 دنانير عراقية بدينار أردني، هل يشتري ورقة بورق؟ الجواب لا، لأن هذا الورق ليس له قيمة. إذا ماذا يشتري؟ يشتري القيمة المقدرة لهذه العملات، لكن نحن نرى أن هذه القيمة تنزل وترتفع وتنخفض وتعلو وهكذا. إذا
طبيعة الورق هذا ليس هو الذي يعلو وينزل، لكن الذي يعلو وينزل هو يتعلق كما هو معروف لدى الجميع بالنواحي الاقتصادية التي توجد فيها دولة ورق أو عملة من هذه العملات. فأصبحت هذه العملات أشبه ما تكون أولا بالقمار، حظك ونصيبك، ولذلك المتاجرة بها ليست متاجرة ذهب بذهب عينا بعين، وهذا له شروط كما تعلمون، ولا هو ذهب بفضة وإن تفاضل فيجوز شرعا، ولا فضة بفضة فيجوز متماثلا وهكذا، وإنما هو شيء إلى اليوم لا تستطيع أن تأخذ جوابا صريحا ما هو سبب الهبوط والنزول من الناحية المادية. وهذا له صلة بنفس الأسهم التي جاء السؤال فيها. السهم الآن يطرح، ففي يوم يعلو ثمنه وفي يوم يهبط ثمنه وهكذا، علما بأنه المشاركة في المساهمة لها عيب آخر في أول التأسيس. نحن نعلم من الواقع أن أي مشروع يراد تحقيقه يوضع له أسهم على حسب ما قدره المقدرون لهذه الشركة، فتصبح هذه الأسهم كأنها أيضا بضاعة تعرض على السوق، ولم تحول بعد هذه الأسهم إلى شركة واقعة كمثلا معمل للسيارات أو معمل لأدوية أو لأي شيء آخر. فقبل أن تصبح هذه الأسهم حقيقة شركة واقعية تباع وتشرى، فهذا هو القمار في اعتقادي بعيني. لماذا؟ لأن السهم الذي قيمته مثلا 100 دينار يشترى إما بمئة وعشرة أو بمئة إلى عشرة ونحو ذلك، فهذا صار فيه ربا مكشوفا لا إشكال فيه ولا خفاء، فشراء القيمة بأقل وأكثر هذا هو ربا مكشوف لا يخفى على إنسان لولا غفلة الناس عن حقيقة التعامل ببيع الأسهم قبل أن تتحول إلى تجارة أو معمل أو نحو ذلك. لكن المسألة تختلف بطبيعة الحال حينما هذه الأسهم تحول إلى مادة أخرى، وهي كما ذكرنا تجارة في بضاعة ما أو مصنع أو نحو ذلك. ففي هذه الحالة بيع الأسهم يجوز، لأنك لا تبيع دراهم أو دنانير، وإنما تبيع شيئا قائما ممكن هذا أن يرتفع سعره وأن ينخفض. لكن يبقى مشكلة أخرى، هذه يجب على المسلمين الغيرين على التمسك في دينهم أن يوجد لها حلا. هذه المشكلة أن كل شركة لديها مال فهي تودعه في البنوك، ولما تريد أن تشتري بضاعة من البضائع ولو خام مثلا، فلا بد من أن يكون لها مال مرصد في بنك من البنوك، وهذا فيه يعني بلا شك للبنوك على أن تتعامل بالربا. فمن هذه الحيثية أيضا لا يجوز المشاركة في السهام هذه أو الأسهم، لأن في ذلك تعاملا ربويا بسبب التعاون مع البنوك. هذا ما في النفس من بيان ساعدني الوقت الآن. طيب ممكن يكون لكم اكتتاب؟ كيف؟ اكتتاب. نعم، يعني مثلا طرحوا لشركة هي قائمة حقيقة حاليا وبدها تزيد رأس مالها، فنزلت في السوق اكتتاب 1,000,000 سهم 2,000,000 سهم، لحين توزيعها أستاذ ممكن هم يطلعوا لها رقم اسمي مثلا دينارين 3-4 وقيمتها الحقيقية هي 6 دنانير. ما فهمت هذه، كيف هذا؟ كيف دينارين مثلا؟ يعني أستاذ هلا شركات مساهمة عامة عفوا أخي، اللي قلته كله فهمته، بس النقطة الأخيرة كيف عندها
واوضحها لنا. يعني لما بدهم يطرحوا بدهم يزيدوا راس المال من 6 مليون مثلا ل 8 مليون بيطرحوا 2 مليون اضافيات على شكل اسهم، كل سهم له قيمه، له قيمه اسميه هم يحددوها مثلا بدينارين، دينارين مثلا، ولكن قيمته الحقيقيه في السوق 6 دنانير. كيف وضحنا كيف قيمته في السوق 6 وواقع هو 2؟ كيف استاذ هو يعني مثلا هلا انا في شركه عامه لما بدها تزيد راس مالها الدوله سمحت لها انها تزيد 2 مليون دينار مثلا، نضرب على هذا مثال. الله يهديك يا تامر، انت بتعيد الكلام السابق نحن فهمناه كله، بس هالنقطه هي وحده ما بنعقلها وكنا لا نعقلها، معذوري لأنه ما لنا تجار وما لنا داخلين المعركة هذه، نرجو الله أنه يحفظنا منها. بس وضح لنا أنت شو معنى دينارين في السوق 6 وحقيقة 2؟ كيف هذا؟ السوق المالي أستاذ تتداول المشترين بستة دنانير، لما رفعوا رأس مالهم حددت الدولة قيمة هذا السهم بدينارين الاسمين، فأي إنسان يقدر يكتسب في حقه أن يكتسب. طول بالك الله يهديك، طول بالك يا شيخ علي الله يهديك، ألا تفسد علينا الفكر تبعنا. أنا والله ما فهمت هذا. مدنا مددك يا أبو يحيى. بعد ما تعلم الشركة كانت في احتياطيات تحجز للشركة بدل ما تبذل الأرباح الكاملة يحجزوا احتياطيات للمستقبل، فموجودات الشركة نتيجة العمليات بتصير حقيقة تبرز وعندها احتياطيات وعندها أموال أكثر من اللازم لكن ما كانت توزع، فعندما يريدوا أن يتوسعوا في أعمال الشركة بدهم أشهر أخرى، فحتى السهم الجديد يشارك مع السهم القديم يجب ان يكون له ضمير يضم له مبلغ معين حتى يعوضوا على الاحتياطيات والحقوق اللي كانت للاصحاب نفسه القديم. فهون انا لا ارى بوابه للسهم الذي يبيع بدينار، فهذا في اخلال للمسهلين القدامى اللي هم سهم المنصات نتيجه اعمال الشركه وتجارتها اكبر واكثر من الدينار، فيضاف على الدينار القديم دينار وضع دينارين ثلاثة نقطة موجودات الشركة حتى يضع السهم الجديد ويصبح السهم القديم والسهم الجديد على قدر المساواة. الهون يصير مضامين، هي ضمين هي ما يضاف، هي ضمين للسهم حتى السهم يكون بالبعض، يعني سهم القديم والسهم الجديد يصير مساواة يصير له نفس الزيادات، لكن السهم القديم له احتياطيات حتى كانت يجب أن توزع له ونور هذا. طيب السهم الجديد بيصير له حق في الموفر من الأسهم القديمة؟ نعم، ولكن قيمته الإسمية تبقى القيمة الأصلية، يعني لو كان مساهم الأولاني بدينار اسما في الشركة ولو حقوق الصفة الأخرى بوجود قيمة الشركة، المساهم الجديد الآن أصبح السهم يساوي في السوق 5 دنانير، يشتري السهم لخمس دنانير ولكن يسجل له دينار واحد في قيمة الأسهم التي اشتراها إمكان يساوي للشركاء القدامى. طيب هنا يرد سؤال الآن، هل خمسة كيف قدرت 5 مو 6 مثلا أو أقل؟ نعم. إنها معادلتها يعني ما يقدر قيمة السهم، أولا موجودات الشركة، حجم عملياتها، الربح المئوي الذي تحقق على مدار السنين الفائتة، مثلا الخطة المستقبلية أو المتوقع نتيجة العقود اللي ممكن تعملها الشركة أو المؤسسين لفتح عملياتها في الخارج، وهو غالبا وغالبا تكون هذه القيمة التقديرية قريبة للصفحة. على طول ما يتعلق في زيادة على نفسه، أنا لا أقول إنه قريب من الصحة فيما يتجاوز السوق، لأن السوق عاملين مضاربة وعدد وكذا سهم.
إنما كما إذا أراد الشركة تريد أن تدخل فغالبا ما تكون قيمة الجنية الجديدة أو القيمة المطلوبة الجديدة تشتهر قليلا من موجودات هذه الشركة التي تدخل في سنة يا فهمك الله عفوا شوي بالله شو اللي بيكون مطابق لقيمة السوق المساهمين خزامة حتى هم يكسبوا كل من أولئك فمثل ما ضربنا المثل على هذا وهذا طبيعي فيه كله هو لا معقول كله لا معقول من باب الربا والتعامل فيه اللي صار مباح نضرب مثل على شركة بشكل معاكس مغاير لهذا الموضوع وهي شركة طرحت أسهم جديدة في الوقت اللي كان سعر السهم السوقي 70 قرش طرحت السهم الابتكار وحددته قيمة اسمية دينار بينما هو سعره في السوق 70 من باب زيادة رأس المال أو مضاعفة رأس المال فهو ما أعطت الأولوية للمساهم القديم بدها تأكل المساهم الجديد إذا تقدر وهذا ما يحصل الآن طيب الفرق الأول شو سببه؟ الفرق الأول إقبال الجمهور على الاتجاه في الأسهم ولا أقصد الجمهور الناس بشكل عام اللي بيفهموا اللي ما بيفهموش بقصد اللي بيفهموا واللي بقصدوا واللي هم بيسيطروا على السوق هم بيدهم يرفعوا حتى تظل القيمة مرتفعة وكأنه في شيء من البلد شيء من المرابين عم بيسيطروا على السوق هم بيرفعوا القيمة وهم بينزلوها وهم اللي بيستفيدوا بالتالي فبتروح على المواطن المسكين اللي جاي مثلا من الخليج أو اللي ما بيعرف يمول دينه أو اللي معاه شوية فلوس اللي يستثمرها بدخل في السوق وبروح في متاهة ويكون هو زي الصيف التنين بالنسبة له وهذا ما يحصل وهذا ما نسمع عن جو نعم شيل السرق يعني أشبه شيء بالدول اللي مثل أمريكا مثلا ترفع قيمة الدولار وبتنزله أنا بقول إنه هذا مثل الدول الكبرى اللي بترفع عملتها تارة وبتنزله تارة لصالحها طبعا مو لصالح الشعوب الأخرى فهذه كما قلنا في أثناء كلامنا السابق أنه عبارة عن مخامرة باسم نوع من المعاملة أو الشركة أو نحو ذلك والله المستعان غيره أظن أذن الظهر نستعد للصلاة إن شاء الله لكن لو طورنا السؤال إلى صورة أخرى رجل يكتشف أن زوجته في انحراف خلقي وأنها تغافله وتتصل مع بعض شباب المحلي فأثار تصرفها في نفسه ريبة حولها
فحذرها ونهاها مرة بعد مرة وكرة بعد كرة دون فائدة. أخيرا يأس منها وقال لها: علي الطلاء، إذا شفتك ثاني مرة رحتي لبيت فلان مثلا. هنا يغلب على الظن، أقول يغلب لأنه ممكن أيضا يكون بنفس المعنى الأول، لكن واقعة هذه غير تلك. هنا قضية لها علاقة بالعرض والشرف. ممكن نتصور هنا أنه فعلا يريد أن يطلقها للخلاص من حرافها الخلقي. فإذا هنا لا نقول أنه هذا حكمه حكم اليمين وكفارته كفارة يمين، وإنما هو طلاق لأنه قصد الطلاق فعلا. لكن ينبغي أن نلاحظ مع هذا شروط الطلاق الأخرى التي منها مثلا الإشهاد فيما نعتقد أنه من السنة، فإذا أشهد وقع الطلاق وإلا فلا. لكن هذا لا يكون في كفارة، في فرق يعني من جانب آخر، من جانب في شدة، من جانب في تيسير. التيسير من حيث ما ترتب عليه كفارة لأنه ما قصد يمين، لكن ترتب عليه تطليق زوجته، لكن بشرط أنه يكون إيه أشهد عند من يوجب الإشهاد، وبشرط مثلا أن تكون طاهرا عند من يوجب الطهارة. فلا يجوز مثلا الطلاق عنده لامرأة هي في حالة الحيض، فمن يشترط أن تكون طاهرا في هذه الحالة أيضا يشترط هذا الشرط، وهكذا. إذا كان لم يشهد ولم تكن طاهرة وقع الطلاق، فهل يمضي الطلاق ولا إذا كان مخالف يكون بدعي أنه لا يتم الطلاق؟ هذا ما أشرت إليه، المسألة فيها خلاف يا علماء. بالنسبة للحائض يقع الطلاق بالنسبة للحائض، نعم، لكن الذي لم يشهد فلا يقع طلاقه حتى يشهد، يظل معلقا بالإشهاد. فإذا أشهد نفذ وإلا فلا. إذا بالإشهاد ما بكون طلاق مثل الزواج. ما المقصود بالإشهاد يعني؟ مثل الزواج، معروف المقصود بالإشهاد يعني شاهد رسمي عدل إلى آخره، تعال اشهد على طلاق، مش إيه إنه كان حاضر أحد الناس، شاهد حقيقي، مش إنه حضور أحد الناس للقول يعني. نعم، مش حضور احد الناس للقول، يقول انه اشهد انا طلقت زوجتي. وان لم يشهد لا يأثم بعدم انفاذ الطلاق؟ لا لا يأثم، بل لعله يؤجر. لا لا غير هيك. بس الان انت بتقول انه الحائض يقع عليه. اخر مرة انفتحت السيرة انا فهمت من كلامك انه اذا كانت حائضا لا يقع، اذا كانت طاهرا وجمعها لا يقع حتى تظهر. لا فهمت خطأ. نحن يومئذ كنا نتكلم عن الطلاق السني والطلاق البدعي، ما كنا نتكلم الذي يقع والذي لا يقع شرعا. ما كنا الطلاق السني يشترط فيه أن تكون طاهرا وأن تكون في طهر لم يجامعها فيه، وأن تكون في طهر لم يجامعها فيه لكن لم يسبق بطلاق وقع في الحيض. هذا كله لبيان الطلاق السني والطلاق البدعي. لكن هل هناك طلاق بدعي يقع أو لا يوجد؟ الجواب نعم، إذا طلقها وهي حائض فهذا طلاق محرم بدعي لكنه يقع. أنا بقول كيف كيف؟ ماذا تعني الطلاق محرما ويقع؟ ومعنى انه يقع انه يقع شرعا، هو كذلك يعني ارتكب محرما ونفذ الطلاق. يعني واحد بحج من الربا، فايش يعني؟ يعني تطلق مرته. تطلق مرته اذا توفرت طبعا الشروط الاخرى يعني مثلا لو طلقها وهي طاهر، عفوا وهي ايش؟ حائض، لكن ذكرنا انفا انه ما اشهد.
لا يقع. فاللي كنت انت تشير اليه في كلامك السابق هو لو طلقها مثلا في حالة الغضب لا يقع. مين بيقول مدهوش؟ والله ما ادري. الفقهاء بيقولوا طلاق الغضبان. وفي المسألة قولة منهم من ينفذه رغم أنفه، كذلك طلاق المكره الأحناف يوقعونه، الشافعي وغيرهم لا ينفذونه. وهذا هو الصواب أيضا. أي نعم. رجل مقاول وعنده مال، إله عليه مال، إله عليه، أحيانا بيكون ما عنده شيء وأحيانا بيصير عنده كثير. أحيانا فقير أحيانا غني. فهل هذا يجب عليه الحج وهو إله عليه؟ عايش مشهور الحال يعني. والله الصورة فيها تناقض شديد. أنا بقول، وهذا طبعا جواب من يجد لنفسه مخرجا، بقول إذا كان يعني يجوز له الشهادة والسؤال أو في أحسن الأحوال يقبل الزكاة من الأغنياء، هذه قد يكون مثله كما الذي أذكر. عين لله يبعي الحج. طيب كيف بدنا نميز بين الإغلاق وعدم الإغلاق؟ كالترخير أبو بلال، كالترخير معنى مخه عم يشتغل يعني، بس عم يشتغل مو معنى لوحده يعني. هذا الجواب الحقيقة، لأن المسألة تحتاج إلى تفاصيل، والتفاصيل نحن ما نملكها. أنا ما بتصور يعني، أنا ما بتصور رجل من النوعية يعيش سنين ما عنده نصاب زكاة، ما بتصور. إذا صحت قولي هذا انتهى الأمر. عشرات من التجار هذا، خاصة في الظروف الحالية أستاذ. يعني بتريد تقول أنه كلام السابق غير صحيح؟ أنه لا يتصور؟ أيه؟ يعني متصور موجود. عجيب. السلام عليكم. هذا كثير شغل يعني، مسير عمل يكون متصور انه عنده ضاعه، تجي ضاعه، وعنده عند الناس ديون وغير بزنس. هذا 40-50 ألف دينار وعليه مثل حكايتها واكثر، وبنضطني على هالحال. مره باخذ منهم بصرف بخرج يعطي هناك وهكذا، وبصرف يعتبر حاله من الاغنياء، ومع ذلك لو جينا نحط الصوفي له صوفي اعلي بيطلع اكثر مني. لا بجوز، لا ممكن يطلع ونوع عند الناس. نعم، ما عليك يعني، هذا اللي بيقوله ممكن يقع، ولا بتقول أنت ممكن يقع، لكن هذا الكلام معناها في شيء محرم في الإسلام، وهذا أعرفه أن التجار يقعون فيه، يعني في عليه ديون يستطيع الوفاء ولا يفعل فيتعامل بها، هذا في هذه الحالة بيكون عم يتعامل بأموال غيره. هذا كثير من الناس اللي بيتبعوا حاله المسلمون. نعم، لذلك عم الفت النظر الى انه هذا لا يجوز. يعتمدوا عليه انه تيجي له فلوس باعتبار اعمال الناس. يعني هذا الانسان
بحاجة إلى أن يذكر حديث ثلاثة أهل الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، وكان منهم رجل مزارع كبير قال: استأجرت أجيرا على فرق من أرز، فلما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرة ورعاء، ثم جاءني الله أعلم 5 سنين 10 سنين فقال لي: يا عبد الله اتق الله، أعطني حقي. فقلت له: انظر إلى تلك البقر فاذهب وخذها. قال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، إنما لي عندك فرق من أرز. قال: اذهب وخذها، فإنما تلك الفرق من تلك البقر من ذاك الفرق. فدون أغنيانا لازم يتذكروا هالغني هذا الكريم، مع أنه هذا مو مثل هذا ليس كهؤلاء. يعني هذاك عرض الأجر المتفق عليه على الأجير فرفضوا لسبب، فاستثمر وبارك الله له، وبعد زمن طويل اجى المحتاج الفرق فأعطى بدل الفرق بقر. أما هذول الأغنياء بيعرفوا أنه عليهم 1000 دينار وحل الأجل المتفق عليه، ويظل هو بيستثمره في مصالحه الخاصة، وهذا واجب عليه أن يؤدي إلى صاحبه. هذا موجود مع الأسف، وهذا حرام عليه. يعني مثلا في حالتنا نحن هون، نعم، شخص مدين وله دين، لكن دينه اكثر من مديونيته، لكن الدين معروف انه هو في علم الغيب، يعني قد يسدد هذا الدين وقد لا يسدد. اللي عم يحصل الان انه كل هالناس ورقيا، يعني يعرف هذا اللي هذا عليه، وبالتالي يكون هو اما عنده او عليه. نعم. فيعني في الحالة بعض التجار شو بيعملوا، أو من الأصول اللي تعرف عليه محاسبة محاسبية، إنه يقيم هذا الدين، في إشي يسمى دين مشكوك فيه، بيعمل له احتياطيات. مثلاً أنا اللي أعطيت 3 دينار دين، منهم 2000 دينار ديون مشكوك فيها كل سنة، وبعدين بقول في ديون معدومة، لما يوصل إلى يقين إنه الدين ما رح يحصل يسمي دين معدوم بنزله. ففي حالتنا لتقدير النصاب، أين نحن من هذا التقدير؟ جميل. الفقهاء قسموا الدين إلى قسمين وعبروا عنه بتعبير خاص لهم، أحدهما دين حي والآخر ميت. يقصدون بالقسم الأول بطبيعة الحال يعني الدين الذي يرجى أن يعود إلى صاحبه، والدين الميت الذي رفعوا ونفضوا أيديهم منه. إما أنه المدين استعصى صراحة، أو أفلس، أو أي شيء يجعل الدائن ييأس من ذاك الدين.